الكلية الحربية من أعرق الكليات العسكرية في العالم، تم إنشاؤها في عصر محمد علي باشا عام 1811 بالقلعة تحت مسمى المدارس الحربية، وكان هذا شعار. سنوات تنقلت في مواقع متعددة حتى استقرت في مقرها في مصر الجديدة عام 1955، وتغير شعارها عدة مرات، وكان هذا شعارها عام 1980. عام 2022 تم إنشاء الأكاديمية العسكرية المصرية، والتي تضمنت الكلية الحربية والكلية الجوية وكلية الدفاع الجوي، وهذا شعارها اليوم.